بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بدور على اي حاجه توصلني من النصاب ده. دي وصولات قديمه وفواتير بضاعه وبتاع، مش هتلاقي حاجه يعني. مفيش نصاب يا بابا، ما بيسيبش ورا حاجه. ادعي لي والنبي بقى. طب يا حبيبتي ربنا معاكي. حوالة من مصر؟ مين هبعت له حوالة من مصر؟ بريهان فؤاد القاضي؟ مين دي؟ خليها على جنب. محمود يا شرشر، لو فاكر ان انت هتفضل هربان مني اقول لك ان انت اهبل. هجيبك انت وهو. موتيني لا تجيب. ازيك يا امه؟ الحمد لله يا حبيبي. اعمل لك قهوه معايا؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك. قعدتك طولت يا محمود. مالك يا ولا فيك ايه؟ ايه يا امه؟ زهقت مني ولا ايه؟ حد يزهق من روحه. فاكر يا محمود اما ابوك قام عليا وحدفني بالجزمه في وشي؟ وقتها كنت ابن 14، لكن اسم الله عليك وقفت له ولا ما اكون في ال30. شخطت فيه وقلت له ازاي تعمل في امي كده؟ دي جازتها ما شايلاك وشايلانا. ما خفتش ولا كشيت من ايد ابوك الطرشه، ورغم ان حالتي ما كان يعلم بيها لربنا، لكن زغرطت من قلبي. فرحت ان انا خلفت الراجل على حق. وفري كلامك يا عم، ابنك هيعيش راجل ويموت راجل. ما هو ده المشكل، جدعنتك بتطمع الناس فيه. احمد ولا مش عارفه اسمه ايه ده، من ساعه ما طلع لنا في المقدر وانت شايل همه ومصدر له في الشغل والجواز، ولو انه طلع خسيس وواطي ما يستاهلش. فك نفسك منه واخلص من المصيبه السوداء اللي انت فيها دي. يا ست الكل، احمد ده صاحبي، وبعدين يعني لو مفيش حد في الدنيا دي بيغلط، ما كانوش حطوا فوق الالام استيكة وانا وقعدت اقف جنبه. يرضيك ابنك يخلف وعده؟ انت هتجنن يا ولا؟ وعد ايه اللي رابط روحك بيه؟ دي فيها محاكم وقضايا، وساعتها بقى هيسيبوا اللي ذبح ويمسكوا اللي سلخ. ما تشغليش بالك، بكره كل حاجه ترجع لاصلها. اشربي انت قهوتك كده وروقي. دماغك ناشفه. ما بتردش عليا ليه يا اكرم؟ انا اللي محطوط في وش المدفع، ولو شايفني الصاحب الجدع معاك فانت لسه ما شفتش قلبه الوش. ضروري نتقابل وترسيني على الحوار، واعمل حسابك انا مش هستنى كتير.